السلام عليكم. عليكم السلام. كلشي بخير؟ الحمد لله. انتي صافا؟ الحمد لله. كلشي على خير؟ لاباس. مرحبا بك. شكون معايا؟ معك مريم. منين مريم؟ من فاس. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ عندي 25. ومن باغا دير هاد التيست؟ الناس اللي جداد معنا هنا في اللايف لاول مره يحضروا اللايف وركوا على السي محمد السريري، اللي ما دايرش فولو يدير فولو. انا كنسمعك هضري بي اها بغيت انا الاستوار ديال سلمى تعاود عندي في اللايف، راه مصيبه. دابا هادشي اللي قلتي عادي تقوليه ويسمع في اللايف عادي جدا، كاين حتى شي مشكل. انا براسي كنهضر معاك ما عارف معاك كنهضر. عاودي شنو قلتي؟ قلت لك هاد النمره. لا دابا قلتي لي بلي انتي مزوجه به. وين مزوجه؟ هي دابا هو هاد النمره كتبي ليها ناديه. اسمو شنو هو؟ سميت النمره ناديه. ناديه. اها كيديرها هي كتصيفط لي في ميساج قلتي ليا تقديه. كتقولي ما جبتيش ليا التقديه باش يجي عندي في المعنى هادي، انت كتطلع يقول لي 24 ساعه هكا هكا هكاك. اوكي شنو سميت الراجل ديالك؟ سميتو عادل. عادل؟ اه. عادل منين؟ فاس. من فاس. وشحال في عمرو؟ 38. شحال من جيبيه مع بعضياتكم؟ دابا 3 سنين. اها وهاد السيده شنو سميتها؟ ناديه. وانت ما حاولتيش تصوني على ديك النمره؟ وهادشي فين لقيتيه عندو في التليفون؟ دابا هو النمرة كنكتب ليها قبل كنكتب ليها رضوان، كل مرة سني فيك كتب ليها نبات كتب ليها. وراجلك دابا كاين فاز معاك الدار؟ لا دابا هو ما خدمتش في الموك فهمتي؟ كي كيدي بلاصة؟ وي كيدي بلاصة. ناري وتعاودنا الاستوار ديال سلمى. وفين كاين هو دابا؟ صراحة والله ما عرفتش فين غيمشي، ما كانش ليا. عري لي النمرة. 06. اها اها هي عاوديها واحد المره زيدي. اها اها داك وجدي النمره حتى ديال راجلك نقدروا هي ما عرفاش فين كاينش من دينا هاد ناديه. لا والله ما عرفت. علاش كون كل مين؟ واش عرفتي انتي كل مين؟ حيت هو كيطلع بزاف ديك المدينة. اوكي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم لالا ناديه، مساء الورد والياسمين. صافا بخير؟ طولي عمرك ما كنسمعكش مزيان. ودابا كتسمعني؟ نو باقي صوتك بعيد شوية. دابا؟ دابا مزيان. صافا؟ صافا الحمد لله. كلشي على خير، نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. ياك ما فيقتك من الناس. وي فيقتني من الناس. ويلك نعسي بكري اليوم؟ اها. معاش نعستي؟ نعم. معاش نعستي؟ ساعة بحال هكا. ساعة
يعني السيب كل اليوم هيك معي انا شويه. شوية صافي. اي والله يشافيك. صافا بعدا كل شيء بخير. والله الحمد لله. شو هاي ما عرفتك؟ وايلي انا ما عرفتينيش. متأكدة؟ لا لا ما عرفتش. متقلق ولا بلاش؟ شوف انا ما مشو مشاغة تقول لي شكون ولا غتقطع. مزوجة؟ وي وانا على ما قلت لي انت ما مزوجاش. كيفاش ما قلتيش ما مزوجاش؟ عشان يمكن يدوش معاك. كنا هضرنا في فيسبوك. حلفي بالله إلا مزوجة؟ والله حتى مزوجة. شنو سميت راجلك؟ سميتو عادي. وإلا كنت مزوجة سمحي لي. لا ماشي مشكل. شحال هادي باش مزوجة أنتي؟ دابا عرفت خويا بديك الفضول. غير غير الفضول، راكي عارفة حنا المغاربة فينا الفضول. عادي. 7 شهور. ايوا مزيان الله يسر امركم ان شاء الله. انا كانت اصلا انا نجيك الصراحه، انت باينه فيك انسانه صريحه وقلت انا نجيك الصراحه. اوكي وما ديرهاش ملي قلت لك ما كاين راجل في الدار ندير لك شي مشكل ولا هذا. لا لا راجل خدام ما كاينش. اي الله يسر. انا كانت نيتي حسنه تقريبا. انا معيش في المغرب ياك، وواحد امي ديالي هي اللي كانت هضرات لي عليك، ولكن ماشي دابا مده هذه جو بونس كانت هضرات لي عليك واقيلا قبل ما تزوجي على ما اظن، حيت انا ملي كنت في المغرب تقريبا في الكورونا كنت باغي نتزوج الى اخره، وقالت لي عندي واحد الصديق. انت كتسكني في الجنوب نو؟ انا علاش كتسول؟ غير كنسولك وصافي عادي. انا دابا كنعاود لك الاسبوع باش خليت النمره ديالك وصافي. ولكن انا شنو شنو غنفيدك؟ عادي انا قلت لك غير زعما كتسكني انت في الجنوب ياك. عادي عادي كنسولك وصافي. انا كل مين قل لي باب الصحراء واخيا تكلمي شويه بالحسانيه ولا بداي شويه حق الله حق. انا من اهل العيون، من سكن العيون. من وين؟ من وين يمك العيون؟ شارع السماره. السماره قريبه مني. ماشي السماره، شارع السماره. اه والله قضيتي جيتي للعيون ولا بداي؟ ما قضيتي جيتي للعيون ولا بداي؟ قلت لك واش قضيتي جيتي للعيون ولا لا؟ واه انا حدي كلمي. ايوا مرحبا بك وسهلا في اي وقت. الله يطول الله يطول لي عمرك. كان جي ليها كان جي ليها، كيعجبني الجو ديال القلميم والناس ديالها كيكونوا شويه شعبيين. شارع اكادير. يا وي والله وخيرت وخيرت وني بيك احلى الناس. الله يعمرها دار، الله يطول لي حياتك. غادي نمشي لاكادير تقريبا. انا حاليا نيس كاين في العيون، جيت نشوف الفاميليا هون ونهار ثلاث طالع لاكادير، غير غنخطي ليلتين في قليمي. تينا شي كاس من اتاي عود زين. تينا شي كاس من اتاي عود زين. مين عايده؟ اه وراجلك ما كيكونش في قليمي؟ لا لا حسب، حيت هو اصلا كيساليش بزاف قليل وصافي، كان شي زوين ما كان قليل. علاش وكان هاد الاسئله كامل ما فهمتش؟ عادي دابا انا غير سولتك مجرد الكلام وصافي باش لعبتي في قليمي. متي لنا شي كاس من اتاي عود زين. مرحبا بك الا كان راجلي. والله مرحبا بك مرحبا بك. عرفنا في قليمي كبير ضروري يكون راجلك. ضروري يا اخي يكون راجلي. علاش؟ بلا ما عاد كان راجلك ما نشربوش كاس نتاي. ها شنو هو؟ قلت لك راه راجل الدار ضروري يكون. كاين شي تركه ولا مزال؟ لا انا كنقول لك يلاه 16 شهور للتزوج. لا مشكل مزيان خلع عنا. ما حضرت المناسبه عاد لي زمان ما حضرت لشي مناسبه. ايوا كان عدلوا الدراري وما حضرتش. عدلتوا الاسم ولا لا؟ العرس يعني حق. ها قلت لك واش عدلتوه زعما؟ هي عدلناه الحمد لله. منين؟ في قليميم ولا في فاس؟ هو راه عدلناه في دارنا في دارو. خيك ايوا مزيان الله يكمل بالخير امين يا رب. وكيفاش زعما انت من اي الناس؟ شنو
انتي من اي الناس؟ مثلا قلت لك انتي من اي الناس؟ انا التونسيه. خيك احلى الناس. انا نعرف على الناس ديال الصحراء ما يعطوا مناتهم الاهل الداخل. نعم نعرف عنهم منات الصحراء ما يعطوا اهلهم الداخل. ايوا ولكن كيديروا لولادهم خطره. اه عندك انتي تبغيهم. فين تعرفتي على راجلك؟ ها؟ علاش كتسول؟ والله العظيم شنو نقول لك؟ دابا غير ملي هضر ملي بديت كنهضر معاك وشي اسئله كيخرجوا سبونطاني كاع ما كنكون معموله لهم فهمتي؟ من باب الفضول وصافي راه كنتي عارفه ان احنا المغاربه لا لساننا. انا باغا نقول لك شي على حياتي ولا حياه راجلي وسولتيني بزاف وجاوبتك وقلت لك شنو كاين؟ حق واحد. يعني صافي انا راني مزوجه ما نقدر نتكلم معاك الليل هذا. لا لا عادي حيت انا اصلا ما طلبتش منك شي مساله اللي غير كنهضر معك في التليفون بحال تلاقينا. انا راي وحده من الفاميلي ديالك هي اللي عطاتني رقمك. ان قال لها خديجه تو. شنو قال لها خديجه تو؟ ما عرفتش الصراحه. عندكم اهل عندكم اهلكم في صبويا؟ صبويا حق ايه هو فما تيا وحده كانت فم هذيك تما ما كاين خرجتو حاني كاع نتذكر اسمها شين قال لها شين قال لها شين قال لها شين. انا شاك عنها خديجه ولا ما خفت نكذب؟ لا وين في صبويا ما كاين خرجتو حاني راهي كتلفن عليا في التليفون الثاني. انا نقول لها راني تكلمت مع الرقم اللي عطيتيني ديال صديقتك ونخطيها لك. اوكي يا اخي دابا هي كيفاش ما في خبارها عنك انت تعرستي؟ ما هي الله ها بيانا قالت لي لا تكلم معاها. بيانا كنت ندور نتجابر انا وانت. يلا هاي نخطيها لك. خلي انا ليش وقع اخوتي. ويلي 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 ويلي. الو مريم القضية ديال سلمى تعاودات ناري بلا بلا. عطيني خويا نهضر معاها. وي 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 داكشي جعلها في روح حق الله. هضري بالجهة مريم باش تسمعك. نادية نادية الو نادية راعي هذاك. علي صوتك علي صوتك. غوتي غوتي. المهم معك انا مريم. شكون؟ مريم مرت عادي. انت متزوج من شوية. اختي واش كتضحكي عليا؟ كنت مرت عادي وانا شنو ولا كنت انت مرت عادي؟ شو واش كنضحكي عليك هذوك في الضحكة انا لقيت لك هذيك السيمانة وقلت لك يا اختي انا ما كنهضرش مع العيال. دوك انت راكي عارفة المزوج. واش انت مديتك؟ واش انت كشحال بقيتي؟ انا ما حلت لك فاش جبتي ولا قلتي عادي راسك. شوفي مريم نادية باش تعرفي انا معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. عمرك تفرشي في البرنامج ديالنا ولا لا؟ لا الصراحة. اوكي اوكي المهم ركزي معايا مزيان وحاولي تسمعيني مزيان. اوكي هذه مريم من مدينة فاس. هي متعرسة بعادي 3 سنين هذه. شنو عادي ما نسيت. اييه واخا خليك معايا نادية. اوكي ما تقطعيش خليك معايا واخا. مريم نعم ارى لي النمرة ديالها عادي. ارى لي النمرة 06. اها اييه عاودي لي النمرة واحد المرة. تليفون طافي. هذا التليفون ولكن مشيت لعند واحد
عنده شي مرة أخرى؟ نادية واش انتي كنتي عارفة بلي السيد مزوج؟ اقسم بالله الا مزوج، هادي راه مرتو 3 سنين باش مزوجة به. هاكا هي هضري معاها، هضري معاها. مريم قسمي بالله الى هادشي اللي واقع دابا بصح، قسمي بالله الى هادشي اللي كتقولي دابا واقع بصح اخويا. داك اللي كتجي لا غير قسمي قولي قسم بالله العظيم الا انا مزوجه بعادل وهادشي اللي واقع دابا بصح. لا دابا غير اسمعني قولي اقسم بالله العظيم الا انا مزوجه بعادل راه كتقسمي بالله، الا كنتي كتفلاي غير قطعي، الا كنتي هادشي كضرب بصح قسمي بالله. راه ربي فوق منا كاملين وماشي ديال اللعب، قولي اقسم بالله العظيم الا هادشي بصح. قطعي كتكلم نادية قولي اقسم بالله العظيم الا مزوجه بعادل، راه ربي فوقي وفوقك بلاتي وربما تكون تقسلت ليها التعبير اصلا عليها. وهادي واش تقطع عليها ما عرفتش قطعات ولا سالا صوان صون عليها بلاتي. اوكي ماشي مشكل، قولي اقسم بالله العظيم الا انا مزوجه بعادل. اخويا اقسم بالله الا مزوجه واش انا عندك فلوس انا غنبقى في عندك نتقل عليك. قولي اقسم بالله العظيم الا مزوجه بعادل. اقسم بالله حتى مزوجه بعادل. اخويا دابا انت واقيلا واش كي درت ما بغيت نفهم انا واحد الحاجه كي درت حتى نسيت عيطت لك لا لا اختي انا ما انا دخلي الانستغرام وكتبي سي محمد السريري وغادي يا بلاتي سميتها مريم من فاس مزوجه بها قالت 3 سنين راه قالتلك صونات عليك هي وقطعتي عليها كثير ما كنهضرش مع العيالات. هادي دابا شي سيمانة وقيلا لا سيمانة باش صونت عليها مريم. اه سيمانة قول لها شوف بلاتي ندير واحد الحاجة قولي لي نادية النمرة ديال عادل باش كتبدا ربعة الأرقام الأولين ديال راجلي أنا ولا الاخرين قولي ربعه الارقام الاخرين خلي 0 6 طق 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 قولي ربعه الاخرين ربعه الاخرين كاينه 50 و 90 90 صافي واش هي هذيك النمره قولي لها خويا هي حتى المشكل اصلا هي ما كانش عليها هذا نعم واخا السؤال زوين قولي لي نادي شحال في عمر عادل هو دابا 38 عمره دابا لا لا لا
مريم عندك شي حاجه تقوليها للناديه دابا؟ راه نتوما الا كان هادشي بصح راه الانتيلا هي بجوج في دار الفلون، راه هو اللي طلع مزق مصابي. واحد الصوره هو شوفي شوفي، هذه غير 4 ايام، هذه وقعت نفس العمليه ياك، حيت هي اصلا راه التجأت ليك وهضرات معاك، وانت قلتي لها ما كنهضرش معايا وقطعتي ليها. كاين هادشي انا ديال ولا لا؟ هاكاك دونك ما عليها والو. دابا خصك تعرف واحد الحاجه، حتى شي واحد ما كيعرف كندي، حتى واحد ما كيعرف مريم، حتى واحد ما كيعرف عادي. دابا حاجه وحده نتوما خصكم تعرفوا شنو كاين وصافي. طافي التليفون، التليفون طافي. انت عايشه انت وياه في دار وحده، كاريلك بوحدك، كتصيفط لي انت شي ميساجات تقضيه ما تقضيه ماشي تقضيه ولا لا؟ كتصيفط لي شي ميساجات ما واش كتصيفط لي انت شي ميساجات من مرتو ما جبتيش تقضيه ولا خاصها تقضيه؟ المصروف كتصيفط لي، ما صيفطش لي الفلوس ولا شي حاجه بحال هكا؟ حيت مريم قالت لي كتلقى ميساجات بالنمره ديالك، خاص 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 داكشي باش هزات النمره. يقدر ماشي ديما، فهمتي؟ حيت هو ما كيكونش اصلا ديما، يعني انا اللي فهمت بيا كلشي، انا اللي كنتقدا، راك عارف ملي كيكونش غادي في الدار كتكون انت هي اللي كتخدم الروح في الدار. فاش خدام فاش خدام عادي؟ كيسوق. شنو كيسوق؟ كيفاش شنو كيسوق؟ هي كيسوق طاكسي؟ شنو كيسوق؟ عندك نمرة نادية مريم؟ مريم نادية عندكم نمرة بعضياتكم ياك؟ انا ما كنتش عاقلة على لا تصور لي حيت تحتها. عندك مريم نمرة نادية؟ وعندي. صيفط ليها في الواتساب دابا، انا ما كنتش فيهم نصلي عليكم صافي. طيب طيب ناري، إذا كانت شي بالصحراء ما يمكنش. ويلي 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 ويلي، حق ربي إذا كانت شي بالصح. شوف راه غنعاودو نصونيو عليهم، أوكي؟ نصبرو واحد شوية نعاودو نصونيو عليهم. صح سي لك الا عرفتي راه يلا دوزنا المشكل ديال سلمى. دابا بنادم مكفي من ضربه مع وحده، هادو دايرين جوج. لا حول ولا قوه، ما عليناش. شوفوا اللي يلا دخل لايف، الناس اللي جداد معنا هنا وركوا على السي محمد السريري، اللي ما دايرش فولو، اللي جديد معنا هنا يدير فولو. اوكي رجع طلعوا خطأ وما فهمتش. بنادم دابا كاين 7 ديال البنات لدري واحد، واحد دي جوج، واحد اخر يدي وحده. لا مصيبه كحشي اللي كنشوف. المهم غادي نديرو دابا اللايف فيونا وغندوزو شي واحد ولا جوج ونعاودو نصونيو عليهم، وغنصونيو حتى على سلمى. عقلو مزيان، اليوم غنصونيو على سلمى الاولى وسلمى الثانيه، نشوفو واش راجلهم جا للدار واش شنو دارو في الحريره ديالهم. اوكي دونك كلشي جيو لهاد الابليكاسيون، هي انا غادي نوريكم فين غنفتح اللايف دابا. ديجا اصلا فتحت فيها اللايف، كلشي تاع قبيل لهاد الاب فين هي. هيا هاد الابليكاسيون، الناس اللي معانا هنا غتمشيو للاب البلاي ستور غتكتبو يو ناو، الناس اللي عندهم الايفون غتكتبوها في الاب ستور. هانتوما ركزوا مزيان، يو ناو غادي تدخلوا، ملي غتدخلوا غتعطيكم، عقلوا على هاد البلاصه الخاويه هنا، هادي غتوركوا على روشيرش. انا راه ديجا فاتح اللايف، اشنو غتكتبوا؟ غتكتبوا غير اس اي ام او، ها هو السي محمد السريري. غتدخلوا غادي تلقاوني لايف تما. اوكي انا ديجا فاتح اللايف تما. هاني هلو.
شنو سميت الابليكاسيون هاي، الناس اللي عندهم سامسونج غتلقاوها في بلاي ستور، والناس اللي عندهم ايفون غتلقاوها في الاب ستور. سميت الابليكاسيون UNOYONOW، غتدخلوا غتكتبوا غير بعض الحروف الاولى من السميه ديالي غادي تلقاوها.